باين عليك مبسوط النهارده. الحمد لله. ايه يا ترى لقيت بنت الحلال؟ لا يا منيره، وبطلي زن في الموضوع ده. كل الحكايه ان عندي مصلحه مهمه قوي، والحمد لله ربنا كرمني وقربت اخلصها. ربنا يسهل لك الصعب يا حبيبي. الله، احلى دعوه في الدنيا كلها. بما ان مزاجك رايق بقى، ايه رايك لو نتكلم في موضوع بنت خالتك؟ احنا قلنا ايه؟ ولا انت ما صدقت ان الواحد روق شويه؟ والله ارجع على قبلك وش تاني. لا اوعى، شكلك بيبقى وحش قوي، بعد الشر عليك. انا قصدي يعني انا داخل انام عشان عندي شغل الفجر. طب والبرنامج؟ خلاص كملي انت بقى، انا كده سمعت اللي يكفيني. وانت من اهل ربنا يهدي.